القدر محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، فكلا أخذنا بذنبه. فرعون أحب الدنيا وهذه الأنهار تجري من تحته، عذب بهذه الأنهار، جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقه. قارون افتخر بماله، جعله الله سبحانه وتعالى يعذب بهذا المال، فخسفنا به وبداره الأرض. كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، وكل من قدم، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وكل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تحب الله ولا تحب أحد مع الله. والمحبة على ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. محبة لله وفي الله من أوثق عرى الإيمان واجبة، ومحبة طبيعية كمحبة الزوجة والولد والوالد. إذن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، محبة لله أو في الله واجبة من أوثق على الإيمان، محبة طبيعية جائزة لا يلام عليه العبد بشرط ألا يقدم على محبة الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. من يحب في الله؟ لأن البعض يسأل يقول يحب في الله من؟ أربع أشياء: العمل والعامل والأزمنة والأمكنة. عمل كل ما جاء في الشريعة، كل ما جاء في الشريعة، ولذلك في نواقض الإسلام قال من أبغض شيء، شيء قليل أو كثير مما جاء به الرسول ولو عمل به قال كفر. يصلي لكن يبغض الصلاة كافر ولو كانت نافلة. يحب العمل، حب العامل أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، ملائكة الصالحين الموحدين، نعم، طلاب العلم، أساتذة، نعم، محبة في الله من أوثق على الدنيا. أزمنة يحبها الله، يقول اللهم بلغنا رمضان، صح، نعم، أزمنة يحبها. أمكن يحبها المساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، نعم يحب هذه الأماكن. ضد الحب في الله البغض في الله، ولا بد يبغض أربع أشياء: عمل كل ما حرم الله وتقدم هذا الشرك، عامل كفار منافقين، أزمنة مثل تعرفه، أمكنة مثل ما تعرفه، مفهوم؟ طيب العبد يقرع بالعصر والحر تكفيه الإشارة. الانقياد إذا لا إله إلا الله لابد فيها من عمل. الإعراض عن دين الله بالكلية، لا تعلم ولا أعمل، لابد من عمل، وكيف يعمل بلا علم؟ ضد الانقياد الترك بالكلية، نعم، بعدها القبول. القبول ما يستطيع أن يرد شيء، يقبل كل ما جاء في الشرع، وضد القبول الرد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد. نعم. الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله تقدم معنا أن ركن الشهادة نفي وإثبات، كفر وإيمان، تخلية قبل التحلية. فلو شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد فليس بموحد. نعم، فتح الله عليك. يبقى معنا ما يتعلق بالشرك. الشرك يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر.
وهناك من يقول أن الشرك شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الذي يقول أن الشرك أكبر وأصغر يقول أن الشرك الخفي ترى يكون أكبر وترى يكون أصغر. شرك خفي في الرياء أكبر وأصغر، الرياء شرك خفي أكبر وأصغر أصغر. المنافق شرك وشرك خفي النفاق الاعتقادي أكبر وأصغر أكبر. إذن أحيانا يكون الشرك الخفي أكبر وأحيانا يكون الشرك الخفي أصغر. أريد أمثلة على الشرك الأكبر وأمثلة على الشرك الأصغر. من يذكر لي أمثلة على الشرك الأصغر؟ نعم. دعاء غير الله هذا شرك أكبر. دعاء العبادة حدد، لأن درست أنت لا. دعاء العبادة ودعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فتح الله عليك. أصبر. نعم. شرك أصغر أكبر أكبر ذبح لغير الله. يا أخي درست الصور الثلاثة. ذبح لغير الله عندنا ذبح جائز، شاة اللحم والتجارة كرم الله. قل الذبح لغير الله محبة وتعظيمة كالذبح للجن ولأصحاب القبور. نعم. بعد التوكل لغير الله عز وجل. التوكل، وهنا التوكل الاعتماد المطلق وتفويض جميع أمور إليه واعتقاد أن الذي جلب المنافع دفع المضار أكبر. نعم. أجلس، فتح الله عليك. طيب أمثلة الشرك الأصغر. نعم. الأمثلة على الشرك الأصغر الحلف بغير الله. الحلف بغير الله أصل فيه أنه أصغر. قول ما شاء الله وشاء فلان. قال قول ما شاء الله وشاء فلان الأصل فيه أنه أصغر. في بعض الأعمال. الرياء يسير الرياء الأصل فيه أن الشرك أصغر. فتح الله عليك. طيب ماذا أخذنا؟ نعم أخذنا، بدأنا في دراسة أي كتاب؟ الدروس المهمة لعامة الأمة. ألفها شيخ البدر رحمه الله تعالى. رحمه الله. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ لأنها مهمة ونصيحة العلماء. طيب لو قال لك قائل هذه مهمة لكن لعامة الأمة، إذا الأولى لطالب العلم؟ لا، نقول نسألك عما فيها، إن عرفت الحمد لله أنت أعلم من العوام، وإن لم تعرف أنت دون العوام. طيب أجلس. غير ماذا أخذنا في الدروس؟ نعم. أهمة القرآن. نعم. طريقة السلف مع القرآن، ترك حفظ القرآن أو حفظ بلا تدبر ولا عمل، لا هذا ولا هذا، وسط. السلف، وكنت صادق في اتباع السلف، في كل يوم تحفظ ولا تترك الحفظ حياتك كاملة، لا في حضر ولا في سفر، كما ذكرنا لكم. يحفظ وكل يوم ينظر في تفسير الآيات ويستعين بالله على العمل. أي كتب التفسير يقرأ؟ لماذا؟ نصيحة العلماء، سهل مختصر، قل في هذا التفسير العمل بالقرآن، وهذا الذي نريد. والله قد تقرأ في هذا التفسير أحيانا في تفسير 10 آيات في 5 دقائق، والحمد لله. هذا الذي نريد أن تعمل بالقرآن. نعم. فتح الله عليه. بخاصة قلنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الفاتحة وقصار السور غيره. نعم. أخذنا كذلك أقسام المحبة. أخذنا شروط لا إله إلا الله. الشروط لا إله إلا الله المفتاح الآن لا يفتح إلا بأسماء، والأسنان هذه هي الشروط. هناك من يقول لا إله إلا الله ويخف من زعل، فلا تنفع لا إله إلا الله إلا بالشروط، فإذا استكمل الشروط نفعت وإلا فلا، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله ولا تنفع. نعم. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يبتغي بها وجه الله، تنفعه
والله ما تنفع. إذا لابد من ضبط هذه الشروط، منها المحبة. وقلنا المحبة يركز عليها العلماء، لأن الشرك الذي وقع في الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة كما قال ابن القيم، وقال قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحب الولد، وعندما جاء الولد أمر بقتله بذبحه، محبة يحب الولد، لكن خليل الرحمن قلبه مملوء بمحبة الله قدم محبة الله، وكان الجزاء من جنس العمل، صار خليل الرحمن. إيه نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا يقول أنا أحب أن أصنع كذا وكذا 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 من المنكرات، لكن أسأل الله لعانة أتركها بإذن الله، محبة لله أقدم محبة لله على. تظن أن الله لا يعوض خير من هذا؟ من ظن غير هذا فقد ظن بالله ظن السوء. قلنا أن المحبة تنقسم إلى ثلاث أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. محبة لله أو في الله واجبة، بل من أوثق عرى الإيمان. تحب من في الله؟ العمل العامل والعامل المكان والأزمنة والأمكنة. وضد الحب في الله البغض في الله، عمل وعامل وأزمنة وأمكنة. نعم. القسم الثالث من المحبة محبة طبيعية لا علم عن العبد، محبة الولد والوالد والزوجة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتح الله عليك، غير من الشرور. نعم. طيب، أن الشرك أحيانا يكون أكبر وأحيانا يكون أصغر، والشرك الخفي أحيانا أكبر وأحيانا أصغر. معنى هذا نقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فتح الله عليك. الشروط، الشروط. نعم نعم. العلم، هل العلم هنا ضد الجهل، أو العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما؟ لا، أراد هنا بالعلم هنا في شروط لا إله إلا الله العلم بماذا؟ بمعنى لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وضد هذا جاهل لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يظن أنه معنى لا إله إلا الله القادر على اختراع، أو لا رب بحق إلا الله، أو لا معبود إلا الله. هذا لم يحقق شروط لا إله إلا الله. نعم، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم. لا تحقق إلا بكفر ما يعبد من دون الله. لابد، وهذا ركن الشهادة، الكفر قبل الإيمان، التخلية قبل التحية. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتح الله عليك. نعم. رأينا أن الرياء يعني في لا إله إلا الله، الرياء في لا إله إلا الله شرك أكبر ولا شرك، ولهذا قال الإخلاص. أما الرياء في الصدقة شرك أصغر الأصل فيه. نعم نعم. رأينا أنه من شك أو تردد أو توقف في تكفير من كفر الله فليس موحد. نعم، قال من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم، يعني الذي لم يكفر لم يحرم دمه ولا ماله. نعم نعم. الانقياد، فلا إله إلا الله، الانقياد لابد من العمل، من عمل. تقدم معنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطالب رغم الشتوى. و في نواقض الإسلام، نواقض الإسلام مهمة لعلنا نمر عليه إن شاء الله.
في نواقض الإسلام قال الإعراض عن دين الله بالكلية، إعراض بالكلية، لا تعلم والأصل كيف يعمل بلا علم، الإعراض عن دين الله بالكلية، لا تعلم ولا أعمل. نعم نعم. القبول، القبول قلنا يقبل كل ما جاء عن الله ولا يستطيع أن يرد شيء. نعم. وضد هذا الرد، ولا يمكن أن يؤمن بشيء ويكفر بشيء. نعم. طيب نعم. رأينا أن من أبغض شيئا ولو يسيرا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه في نواقض الإسلام، وإن عمل به كفر. نعم. الصدق، الصدق في لا إله إلا الله ضد الكذب، يكون صادق في قول لا إله إلا الله، لأن المنافق نسأل الله السلام العافية كاذب. نعم. وليس بصادق، يصدق مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده، ثم يصدق مع عباد الله. نعم. طيب نعم يا أخي. تارة يكون أكبر كما في النفاق الاعتقادي، وتارة يكون أصغر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الرياء. نعم. طيب